احنا في شمال قطاع غزة يا عمي بنعاني من نقص في الغاز ومن نقص في الموارد الطبيعية. احنا بنجري من الساعة 6 الصبح لآخر النهار على كيس وكيسين حطب، كل 5 6 لما بكسروا لهم شجرة عشان نمشي وضعنا. احنا وضعنا مأساوي جدا، وضعنا مأساوي للغاية. احنا بنناشد كل انسان حر وشريف، كل انسان عنده غيرة على وطنه، كل انسان بخاف على ارضه، يطلع لنا بعين الرحمة وبعين المغفرة. احنا في الشمال وضعنا كارثي، بنعاني من نقص في الموارد، نقص في الغاز، نقص في الاكل، في الشرب، في كل حاجة احنا بنعاني نقص. احنا دارنا مهدومة، ويعني يعني ابوي بخاطره حلوة مع اللي يجيب لنا اكل وشرب ابوي كارته راحت، وعمي راح، سيارة سيدي راحت، يعني صار وضعنا سيء في المدارس، يعني عشان نطبخ وناكل فيش يعني غاز وش يعني. احنا بدنا غاز، احنا والله احنا وضعنا صعب، والدورنا من اللي سكن من النار هذه، وعندي عجوز 75 سنة عمرها يا عمي، هذه مسكينة لما بتجي من النار بتتحرق او هي تحرقت، وهذا ما بصح، هذا حرام، لا الله ولا عبيده برضو، وربنا يرحمنا ويجيب السلم والامور ترجع لطبيعتها الاولانيه، وكل الناس تعيش بسلام وبحب وبرضا. والله احنا بنطلع من الصبح من الساعه 6 صباحا حتى التنتين مساء او الثلاثه عشان نجمع لنا حبه حطب بديل الغاز، واحنا نرجو انه الغاز يعدي والسولار والبنزين ونتشغل، ويزودوا من المظلات ويزودوا لنا من المساعدات، لانه حياه معدومه في غزه. والله خطر خطر، والله بطخ حتى الزوارق اللي بتطخ علينا، والطرات بطخ، والطيارات بتطخ، والجنود يعني غير ربك اللي بسطرها معنا، ربك من فوق 7 سماء هو اللي بسطرها معنا. احنا بنعاني من كل شيء، ومن الحصار ومن اليهود ومن الحرب. بطلع من الصبح بروح بجيب اخر الدنيا، بجيب الحطب، بدنا احنا الغاز، بدنا الحصار ينفك عنا، بنجي واحنا خايفين، بنخاف نموت من الطيران ال 24 ساعه. بنطلب من الدول العربيه انهم يفكوا هالحصار ويمنعوا هالحصار عنا، خليه يعدي علينا غاز ويعدي مساعدات لغزه وكل حاجه. لانه احنا والله بنعاني، والله بنمشي بالليل، انا ختيار عمري 50 سنه. والله انا عيان معازم، يعني قاعد بطلع طلعش حامل كار معبيها حطب نيلون، بعاني عشان النظار، يوم يوم بطلع الصبح زي هيك، بروح اجيب من الحطب، بروح ايش بسوي؟ بدي اولع نار، بعد ما اولع نار بروح ادور على مي، بمشي بلاد عشان ادور على مي، فيش عندنا طاقات شمسيه، فيش يعني احنا بنعاني كثير من المي، من الحطب، من الاكل.